أعطيت اليوم السبت بالرباط انطلاقة دورة تدريبية لبناء القدرات حول مقاييس ومؤشرات الفقر، تأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دورته 62 المنعقدة خلال أكتوبر من السنة الماضية. اليوم قررنا أن ننظم مع جامعة الدول العربية هذا اللقاء لتقوية القدرات للقيمين على هذه المسألة، أي القيمين على استعمال هذه المناهج وكذلك العمل على توحيدها من أجل الخروج بنتائج يمكن اعتمادها على الأقل على المستوى المنطقة العربية. مع هذا الجامع الموجود معنا النهاردة من كافة الدول العربية أو تقريبا معظم الدول العربية، نحن نتطرق إلى مواضيع المتعلقة بقياس الفقر المادي والبشري، والهدف الأساسي أن احنا نوصل بكادر وطني عربي يستطيع أن يناقش ويحلل المواضيع المتعلقة بالفقر بطريقة تقدر أن هي تساعد متخذ القرار على رسم سياسات لخفض الفقر. وتهدف هذه الدورة التي تعتبر أول نشاط يأتي في إطار تنفيذ توصيات التقرير العربي للأهداف التنموية للألفية إلى التعريف بالاحتياجات داخل المنطقة العربية وإعطاء بيانات حول الفقر بصفة عامة ولدى الأطفال بصفة خاصة، والتعريف بمؤشر التنمية البشرية في الدول العربية والمسح العربي الموحد للفقر وعدم المساواة.